لا ايه الروقان ده؟ انت كنت فين كل ده يا ابني؟ كنت مع دعاء. حصل حاجه ولا ايه؟ ابدا، بس دعاء راجع الحته واتفقنا ان احنا هنتجوز. تتجوزوا؟ طب يا سيدي الف مبروك. يلا بقى عشان ننزل. ننزل؟ نروح فين؟ عنتر اتصل وبيقول ان في اجتماع الليله في العوامه مع عدلي بيه. عنتر؟ عوامه؟ عومه ايه؟ عومه عنتر. اشمعنى يعني؟ انا عارف، بعد احنا هنروح ونفهم. يلا. لا استنى بقى اغير البدله دي احسن، انا لابسها طول النهار. جرى ايه يا دعاية؟ مش هتقومي يا ماما تلبسي عشان نلحق نروح الصاله؟ ما انا جاهزه. جاهزه؟ جاهزه يعني ايه يعني؟ هتروح الصاله كده هون؟ ايوه انا هروح كده الصاله علشان انا النهارده هقول لعزام بيه ان انا هسيب الشغل. ايه؟ هتسيب الشغل ليه؟ حصل ايه؟ زين هددك؟ قالك حاجه؟ لا زين هيتجوزني يا دنيا. ايه؟ هيتجوزك؟ لا انا مش مصدقه. مبروك مبروك يا دعاء، الف 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 مبروك. يا اختي عليكي يا اختي عليكي. ايه ده يا اختي؟ مش مصدقه وكتاب اللي ما مصدق. عقبالك يا دنيا، عقبال ما حربي يا رب هو كمان يتهفف عقله كده ويتجوزك ويخلصك من القرف اللي انت فيه ده. حربي؟ حربي ايه بس يا دعاء؟ حربي يا اختي مش بتاع جواز ولا عمره اصلا هيفكر فيه، ولو فكر فيه كمان يا دعاء مش هيبقى انا يا اختي. وليه يا اختي ما تبقاش انت؟ هو يعني على راس ريشه ولا على راسه ريشه؟ الغلط مش فيه هو يا دعاء، الغلط فيا انا. بقولك يا بت، رب الكبير وستار، وان شاء الله رب نكتب لك اللي فيه الخير. يكتب لنا كلنا اللي فيه الخير. هي العيال دي هتفضل لطعنه كتير كده ولا ايه؟ ايه يا عنتر؟ انت مش اتصلت بالعيال دي ولا ايه؟ اتصلت بحربي قال لي ان زيني في مشوار، اول ما يرجع هجيبه يجي. طبعا ما هو الغربال الجديد له شده. والله ما بطلهم في القفص ولاد الايه؟ وجه عليا اليوم اللي اقف مع الحسله دي واحط ايدي في ايدهم. يبقى اغسل يدك بعد ما تحط يدك في يدهم. انت بتهزر يا عنتر؟ انا مش فاهم بس انت ازاي مستعملهم؟ اوامر باشا الكبير، وانت عارف اوامر باشا الكبير. يا جماعه كل عقده وليها حل. الا العقده دي يا عدل بيه ملهاش حل. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ ما علينا غير السمع والطاعه. شوف يا عزام، انا مش ناوي ادخل في مشاكل مع الباشا الكبير. اظن اللي شفناه لرشوان واللي بيحصل له يخلينا ننفذ الاوامر ومن سكات. واضح يا عنتر انك مش ناوي تتدخل في حاجه، وفعلا ناوي تمشي جنب الحيط، وهتفضل ماشي جنب الحيط كده لحد العيال دي ما هتولعها نار. بس انا بقولك النار دي هتيجي عليك انت والعيال الجرابيع دول. العيال دول بقى بيشتغلوا معانا، لازم تفهم كده. صح صح يا عنتر، لازم افهم كده وفعلا هتعامل وياهم ولاد الليل. ازيك يا حربي؟ ازيك يا عنتر بيه؟ ازيك يا زين؟ عنتر باشا؟ ادخل اتفضلوا. بنضحك انت ماسي، ليلتنا قشطه ان شاء الله. ده الحبايب كلهم متجمعين اهو. ما تبطل بقى يا زين، الله مش لازم يعني تبقى حلانجي قوي كده عشان توصل. ما انت وصلت وخلاص، بلاش حركات دي بقى معانا. طب لازمتها ايه طب الدخله الناشفه دي؟ حد فينا قال لك حاجه غلط؟ سيبكوا بقى من الكلام ده وخلونا في المهم. استلمت المسابك؟ حصل يا باشا. ايه الاخبار؟ 100 100 100 100 يا باشا والله، المسابك شغاله تمام والاشياء اخر معدل الحمد لله. تقولوا ايه؟ يعني مفيش اي مشاكل صفتكم؟ خالص يا باشا والله. لو في حاجه كنت اقول لك. كله ماشي ساعة، تقولش يعني ساعة سويسرا يا عمنا. ازاي؟ أنا عارف إن المسابك فيها مشاكل كتير وخط الإنتاج متعطل وشبه متوقف. إشاعات إشاعات يا باشا، البلد دي بقت مليانة إشاعات وكلها ناس حقودة. خلاص خلاص،
خلينا نتكلم في الشغل اللي احنا جايين نتكلم فيه. اه معاك حق، نتكلم في الشغل. خير يا باشا. دلوقتي في شحنه جديده هتوصل مينا اسكندريه التجاري بكره، هتيجي على مركب تركي. مطلوب منكم ان انتوا تروحوا هناك وتستلموا الشحنه دي وتجيبوها وتخزنوها في مخازن عمتر بيه. الباشا بياكد ان العمليه دي لازم تتم بسهوله ويسر من غير اي مشاكل، مفهوم؟ والكلام ده يحصل امتى يا باشا؟ بكره. ايه؟ بكره؟ بكره هتروح اسكندريه، هتقعدوا على قهوه القهوه التجاريه، وهناك هتقابلوا واحد اسمه سلومه، هو يفهمكوا على كل حاجه. وده نعرفه ازاي يا باشا لما مؤاخذه؟ والله اللي يسال ما يتوهش. وسلومه ده هو اللي هيدينا البضاعه؟ لا، هو اللي هيدلكم على المكان اللي فيه البضاعه. انتوا بقى تخشوا منطقه الجمرك، تخشوا على الكونتينر، تفتحوه، تاخدوا البضاعه وتمشوا، لا من شاف ولا من دري. بس دي حاجه تخضها يا باشا لا مؤاخذه يعني. معلش يا حبيبي، ساعتها نبقى نجيب لك طاسه الخطه. هو انت يا باشا فاكرنا ايه؟ نسمه؟ هنخش منطقه الجمارك ناخد الحاجه ونخرج من غير ما حد يدري بينا؟ ليه؟ داخلين الوكاله من غير بواب ولا لابسين طاقيه الاخفة؟ يا اخي زين، الله، ما انت كنت عامل فيها جامد قوي وقلبك حديد وشجاع السيمه، ايه؟ هتجيب ورا ولا ايه يا اخي زين؟ والنبي تنقطنا بسكتك انت، مش ناقصينك، اسكت. ما تقلقش يا زين. عموما احنا مأمنين العمليه دي كويس قوي. رجالتنا موجوده في كل حته، في مباحث المخدرات وفي المينا وفي الجمارك. المهم ان العمليه دي تتم من غير اي مشاكل. خدها حرب. ده مفتاح الكونتينر رقمه 3225. خش تفتح الكونتينر هتلاقوا صندوقين عليهم علامه اكس، تاخدوا الحاجه اللي فيه وبعدين تمشوا من غير ما حد يحس بيكم. افتكر يعني مفيش اسهل من كده. ده ايه رايك في الكلام اللي اتقال يا حرب؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم اذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له، مهم ان دي اوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. ايوه بس دي مخدرات يا عم حربي، على اخر الزمن هنشتغل في تعريب المخدرات؟ دي مجرد مرحله زين، سلمه ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمه بلا نيله. الله، انا مش مستريح للحكايه دي. وبعدين حبكت يعني بكره؟ وايه المشكله في كده؟ كنت هقابل دعاء بكره يا حرب. خلاص يا زين، ما انت كنت معانا النهارده، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. اشمعنى؟